يلعن بس. هاي اللعبة كانت واحدة من اقتراحاتكم على البث المباشر، قلتوا لي فيها قصة عميقة جدا، خلينا نشوف هاي القصة. وقبل ما نبدا جيب شي تاكله وتتسلف فيه، ولا تنسى دعمك لأنه هذا الشيء بيساعدني حتى نرجع نطلع القناة. اذكر الله وصلي على النبي وخلينا نبدا. أمي تأخرت ثانية. ابن أم تأخرتي ثانية؟ وات؟ اوكي. ماذا في ذلك؟ كنت مشغولة في العمل. هل يمكنك أن تشفق علي قليلا؟ ما حكيت شي، سألت سؤال بس تأخرتي. ولكن اليوم هو عيد ميلادي. أوه أم، طبعا أعرف ذلك. إذا أين هديتي؟ سمعت من قبل بقصة سيد وجه الأحمر؟ لكل حفلة عيد ميلاد يترك سيد وجه الأحمر هدايا للأطفال المهذبين عندما يخلدون للنوم. أم التسليك يا رجل، تخلص مني، فهمت كيف؟ عم تسلك لي حقا؟ طبعا، إذا أردت هديتك عليك الخلود للنوم سريعا. مانيش هالأم سحبت علي بعيد ميلادي، وآخر شي عم تقول لي إذا بتنام بكير بعيد ميلادك قال بجيب لك هدية. مان بليز برو، ايش هذا؟ حقا ساذهب لانام حالا يا امي. وهذا انا اشوفه مع وات مينات ابوي. انت تخدعين الفتى مره اخرى. انا ما حكيت شيء، انا ما حكيت شيء. هي الاب ابوي بذات نفسه عم بيقول الام حاجه تسلكي وتضحكي على الولد، يعني ما في هيك شيء. ايش روح نام. وكم ليش حد يجي على البيت متاخره؟ كنت اعمل وانتهت نوبه عملي متاخره. هراء كفو زلمة، بس يا ريت تروح تشتغل. لازلت تظنني اني احمق، ألست كذلك؟ وانت يا عديم الفائدة عدت غرفة. طبعا ايش دخلني، ليش اكلت بهدلة؟ والله عيد ميلادي. لا تقف هكذا وتتنصت لأحاديث الكبار. حاضر ماما منوح. بابا منوح. اوكي هيك بيتنا هذا الممر. اوكي هاي غرفتي. ماوس سنسفت كتير سريع. طب كيف ممكن اغير ماوس سنسفت برو؟ ما ادري. وما هي غرفتي خلص يعني. ليش في ورق مرحاض عندي بالبيت بالغرفة؟ أحس إني طفل كتير مضطهد. أوكي يلا جود نايت شباب، عيد ميلادي هيك راح. مين يعني بصراحة اللعبة بتعكس الواقع، أنا كمان هيك نفس الشيء، فاللعبة بتتكلم عني بالحقيقة. دادي؟ هذا مو دادي، هذا بالوجه الأحمر. والله بالوجه الأحمر طلع فيه خير أكثر من أهلي بصراحة. هي هي هي. أوه هي أوه هديتي. هل هذه الهدية من سيد الوجه الأحمر؟ مستحيل. مامي مامي. أهلا أنا رون. دمية عم تحكي. ماذا يمكنك الكلام؟ بالطبع فأنا مصنوع من السحر. أنت حتى تمتلك نفس اسمي وشكلي. هذا صحيح، صنعني سيدي لأجلك فقط. لكن عنقك ليست ثابتة بعض الشيء. لا بأس، سيدي سيقوم بهذه الأخطاء أحيانا كما أنا. هذا مجرد عيب صغير مقارنة بالدم الأخرى. المهم أني سوف أكون أعز صديق لديك من الآن. هذا رائع، هل تود أن نلعب شيئا سويا؟ لنرى، قام سيدي بوضع ألعابي في الخزانة، يمكنك إحضارهم لي؟ لا زالت الخزانة عالقة، أي يمكنك المحاولة ثانية؟ برو راح ينط شي على وجهي.
حاولت قدر المستطاع لا أستطيع فتحها. أتريد القيام بشيء آخر؟ أنا جائع. أنت دمية، كيف يمكنك أن تجوع؟ لا، أنت من سيتناول الطعام، لكن سيكون بإمكاني الشعور بكل ما تأكله. مرتبط فيني شغل فودو. قام سيدي بربط كل حواسك ومشاعرك بي كي أفهمك بسهولة. واو، هذا مدهش. ما اوكي، نحن جوعانين. انت تقرا هذه الرساله في الواحده مساء، اليس كذلك؟ ايها الناعس، قمت باعداد طبقك المفضل في الثلاجه، لذا لا تنسى تسخينه قبل تناوله. لاحظت مؤخرا انك تنسى تناول طعامك. انت تعلم انني لا املك الكثير من الوقت في المنزل، لذا ارجوك تعلم ان تعتني بنفسك والا تقلقني عليك كثيرا. شيء اخر، لا تنسى اخذ دوائك بعد الطعام. والدتك. اوكي، شكرا. You are holding something. خلي يكون. هسخن الأكل وناكل، أوكي؟ What? أوكي. هذا طبقك المفضل؟ أتود رؤيتي أقوم ببعض السحر؟ نعم. حسناً، إذا سأجعل هذا الطبق لا ينفذ أبداً. أوكي. كلما تنتهي من تناول طعامك سيعود الطبق إلى حالته الأصلية. أوكي، I like. وين السيد وجه الأحمر يجيب لي نفسه الدمية؟ نعم. واو، كم هذا مزهن. ماذا بإمكانك فعله أيضا؟ إيش؟ لا، إذا توعد تنكسر. وات، مين عم يشرب؟ أوه ماي جاد، والله جفلت. اسمع حسن، تتحرك متجفلة. ما كان هذا؟ لا أدري، خمن أنت. الزجاجة، سيركل أبي مؤخرتي بلا شك. أمل أنه ما زال نائماً. أريك، لا تقلق بشأن هذا، أخذه سيدي لمكان بعيد. ما الذي قلته؟ طب أنا مو لازم أخذ الدواء تبعي بعد هذا؟ قبل ما أروح أطمن عادي. دادي، بابا. أنت جابك لهون؟ أين أبي؟ كما قلت، أخذه سيدي لمكان بعيد. لماذا؟ لأن أبيك رجل سيء، عادة يصرخ عليك ويضربك. الآباء مثله ينتهي بهم المطاف، يحبسهم من قبل سيدي لحماية الأطفال الذين مثلك. لكن يكفي هذا كثير، أبي لا يستحق ذلك، إنه رجل سيء. لا، هذا ليس صحيح. أرجوك دع والدي يذهب، أتوسل إليك. حسنا، لكن سيدي لن يعجبه هذا. الطريق إلى حيث يسجن والدك بعيد، ستضطر إلى استخدام طريق مختصر إذا أردت إنقاذه في أسرع وقت ممكن. أرني الطريق. الطريق المختصر داخل خزنتك. كوم أون برو. لا زلت تعاني من فتحها؟ هذا مؤسف، يبدو أن علينا استخدام خزانة والديك إذن. وات؟ في غرفة ثانية هون، هاي غرفة إيش؟ ما أحسن بآخذ الضوء. أوكي، ليتس جو. يجدر بك معرفة أن هذه الخزائن يمكنها أن تعمل كبوابات، يمكنها نقلك إلى أي مكان تريده، ويشمل ذلك المكان المحجوز فيه والدك. نارينيا، جربها. حسناً، من؟ لا يوجد شيء هنا. أوه صحيح، نسيت إخبارك شيء. هناك بعض الخطوات عليك فعلها حتى يفتح لك الطريق المختصر. أحضر الراديو الخاص بوالدك وضعه أمام الخزانة. سيعمل هذا الراديو كزر مصعد. قم باختيار التردد الصحيح أولا. إذا اخترت التردد الصحيح سوف تفتح الخزانة المكان الذي تحتاجه.
لا يبدو أنه المكان صحيح، نجرب مرة أخرى. شات إيش اللعبة اللي عم تلعبوني إياها؟ أعوذ بالله. أظن أن هذا هو المكان. يمكنك الآن الذهاب. قطة، ما الأخبار؟ أنا أبحث عن أبي. أوصف، أبي يدعى بروس. لحظة، تحس من مصمم اللعبة واحد عمره 14 سنة ونكر العديد من الأشخاص يدعونه بروس. أي صفات أخرى؟ هل نتحدث عن بروس سيء أم بروس طيب؟ الحقيقة أبي من النوع الذي يغضب قليلا. بروس سيء، إذا دعني ألقي نظرة عليه. لا يزال هناك العديد من الأشخاص السيئين يدعون بروس. في صفات أدق، هو يصرخ كثيرا. هذه ليست معلومات كافية. أحيانا يضربني ويصفعني. وماذا بعد؟ هذا كل شيء. إيش بدك يسوي فيني؟ عم يضربني، بيصفعني، بيمسح فيني الأرض. الباب وراك. الجمب سكير باللعبة السيئة ولا أنا يعني كثير أخذ وقت لصار الجمب سكير؟ أوكي حلوة الشغلة. بو أوكي. أخفتك؟ لا والله. من أنتم؟ نحن أطفال مثلك تماما، نبحث عن والدينا. أهلنا أكتب أسهل يعني، سوف نبقى هنا قليلا. تريد انضمام معنا؟ عذرا أنا في عجلة. لا بأس، نراك لاحقا. أوكي. أوه هذا أبي. أبي أرجوك توقف عن معاقبتي. أبي إنه أنا، أرجوك توقف عن معاقبتي. ما الذي فعله بك؟ هيا لنعود إلى المنزل قبل أن يأتي السيد الوجه الأحمر ولا سيأخذنا نحن الاثنين. أرجوك توقف عن معاقبتي. هذا ما قلتش. تعويذة. بني ما خطبك؟ لماذا أنت مختبئ في الخزانة؟ أخذ السيد وجه الأحمر أبي. هذا أمر مفرح إذا. أنا لا أمزح، إنها قصة طويلة. دعني أشرح. كيف حال دميتي كارون اليوم؟ أهو على ما يرام. دميتي صحيح، كيف تعرف انتباه القصة؟ بالطبع أعرف، بما أنك لم تأخذ دواءك اليوم. هذه ليست أول مرة تعاني من الهلاوس. هل تكون لازم أخذ الدواء؟ كل مرة تحكي قصة مختلفة. العامل المشترك دائما هي تلك الدمية الغبية. ألا تتذكر الأوقات السابقة؟ لا، أنا لا أدري ماذا دعك. عد إلى فراشك فحسب. حل منتصف الليل بالفعل. أوكي مامي. طب وين أبي؟ أمي وين أبي؟ أبي ثواني، صحن الأكل لسه موجود هو محل ما تركته، وكل شيء محل ما كان. يلعن بس كم مرة يا زلمة؟ 20 جمب سكير ورا بعض. ماذا جرى يا بني؟ هل أنت بخير؟ هل تشعر بتحسن الآن؟ نعم أمي، كان ذلك سيد الوجه الأحمر.
سأخذ عطلة غدا ليبقى معك. حقا عيديني بذلك أمي أعدك. أخرج إلى النوم الآن. حاضر أمي. شباب وين أبي؟ أمي كسرتي وعدك من جديد. ليش كرون أكل قتلي؟ مش باني كتير عن جد، ماذا حدث لك؟ سيدي قام بضرب ضربة مبرحة لم يكن مسورا بما حدث أمس. أنا آسف، هذه غلطتي. بالمناسبة هل رأيت أمي؟ أخذها سيدي بعيدا. ماذا؟ هذا ما حدث فحسب. آسف لم أستطع إيقافه. يجب أن تهرب الآن لأنه سيعود ويأخذك أنت كذلك. لا، علي إنقاذ أمي وأبي. كيف؟ ألا ترى ما فعله بي؟ ومعي تعويذة. عثرت على هذا في السجن عند أبي. أعتقد أن بإمكانها أن تساعدنا في هزيمة السيد الوجه الأحمر. هذه هي التعويذة للسيد، هزيمة سيدي. هيا أسرع إلى الخزانة، علينا أن نبحث عن مكان احتجاز والدك. Wait, I need to eat man. بدي أعرف إيش في بهالغرفة. أوكي، مين شال الأكل؟ اللي شال صحن الأكل يرجعه تشات. أوكي، عيب عليكم يعني. لازم اروح استخدم هذيك الخزانة مرة ثانية. بدون الراديو هالمرة. الاولاد ليش قاعدين هون واقفين عم يتفرجوا؟ شباب! شباب! بسرعة ارمي التعويذة هناك واختبئ. شباب شباب خبوني! اوكي ايش احس راح يصير جمب سكير علي؟ ويت قتلنا؟ شباب تعالوا قتلنا السيد الوجه الاحمر. We did it ولا لا؟ What؟ طب ما في داعي اجيب، خلاص ارجع يعني؟ ما الذي يحدث لك؟ لقد هزم سيدي وسحره الذي وضعه علي صار يتلاشى ايضا. هل انت تختفي؟ لا بأس، هذا ما اردته. هيا اخرج كي ترى والديك. أبي أمي أنتم أحرار الآن؟ كنت تقيمين مع رجل آخر أليس كذلك؟ قلت لك أنني كنت مشغولة بعملي. كذابة، أهملت تلك العائلة لرجل آخر. لا تخجلين من الكذب أمام ابنك. وماذا عنك؟ هل تظن أنك أفضل مني؟ أنت تقضي معظم وقتك في المنزل، تستغلني طوال العام. أي نوع من الآبان؟ أيا كان ما أفعله إن ليس من شأنك. ما زلت أحضر المال للدعم والتربية يا بني. وإن كنت لا تزال تظن أنني فإنك تضع نفسك في مقام أقل من ذلك حتى. أوف! إن تكلمت كلمة أخرى، إذن أنا وأنت سنحصل على الطلاق. ستعين على أحدنا أن يغادر هذا المنزل. وإن رأيتك هنا غدا سوف أخذ ابني وأرحل. أنت قفي مكانك. أوكي، يعني فهمنا أنه عيلة توب. يعني أنا والله أنا إيش أول كلمة حكيت؟ أنه مو عيب عليك سيك الزلمة مخلي مرتك رايحة تشتغل وتجيب هذا، وقاعد شي لسه عم تحكي وعم تلومه. أوكي يعني ما بعرف إيش بدي أحكي. يعني عالم مفكك والطفل معه تراما.
ده لابس كرجي بيضرب. اوكي وانا مسوي لي عقد نفسي. اوه تذكرت هاي الحركه. اوكي هو ذو الوجه الاحمر، والله عرفت. لن اسمع بحدوث هذا. الفكره انه لا تشربوا. قهوة بتضربني. طق لي رقبتي. قتلني بعدين؟ وحطني بالخزانة بنفس اليوم عساس العيد ميلادي. لا 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 يمكن أن يكون هذا صحيح. آسف جدا يا رون. خزينتك أعتقد أنه يمكنك فتحها الآن. لا يعني أنا ميت. أبويا تني. هل هذا أنا؟ شوهني كمان. لماذا لم أعلم أي شيء عن هذا؟ لطالما علمت عن هذا. لأنني جزء العالم منك. حاولت إنكار ورفض هذه الأشياء وألفت قصصا لتشعر بتحسن حيال نفسك وحيال والدك. أما أنا واجبي هو أن أعيدك للواقع. حاولت عدة مرات حتى أجعلك تتقبل واقعك بأبسط طريقة ممكنة ولكل مرة أفشل. خمن ماذا يحدث. تيك توك بوم. كل ذكرياتك تختفي كل مرة تستيقظ ثانية في نقطة البداية وهي نفس الليل الذي قتلك فيها والدك. كم مضى على وفاتي؟ 14 يوما. لا يمكن أن يكون مر كل هذا الوقت. ما الذي حدث حقا لوالدي؟ بالنسبة لوالدك فهو يختبئ في فندق رخيص. ولا شبح هيك مدود روح انتقم من والدك. لنعد الى المنزل مع نبي. فكرة هيك قصيرة حلوة. ممكن تكون العاب اطفال بس ما تكون مرعبة. في هيك فكرة مدري ماذا عن امي. هي لا زالت تراني أليس كذلك؟ هذا صحيح لأنها لا تتواجد في المنزل إلا في وقت متأخر في الليل. ولكن إذا كان في الصباح أنا حشوف من منظور الأم. بني ما عرف تلوم مين بصراحة، الأب ولا الأم ولا الزواج الفاشل. مين هذول تبع الدارك ويب؟ هل لديك أي فكرة حول مكان اختباء زوجك؟ أسقطت شيئا للتو سيدتي. ويت وات؟ ما هذا؟ ايش هذا؟ باري التعويذة. إنها بطاقة حجز لفندق لكن لست متأكدة أنها ملكي. Fear of the Fisim نسخة العرب. نسخة وش؟ قصة حقيقية قصيرة بتصير بواقعنا العربي كثير وبالعالم كثير بصراحة. Killer Father Arrested. تم اعتقال القاتل الأب. اربط احداث ايش؟ وعم تقولي ركز على الترجمه وكل شيء، ما كل شيء مفهوم يعني ما بعرف يعني الدرجة محسسيني انه طفل عمري 8 سنين او 6 سنين لازم اركز بكل التركيز اللي كان باللعبه حتى افهمها. واو
معناتها برجيك انه قديش في كمان يعني اطفال تانيين صاير فيهم نفس الفكره، فهمتوا شلون؟ قديش نحن عايشين بعالم كرول وقاسي ومتوحش. دي جي فكرة ما ادري اصلا اذا كان لازم تكون لعبة، يعني اذا عم تستهدف الاباء السكرجين والعوائل المفككة. بس جي 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 جي